خلع مفصل الورك. مفصل الورك هو مفصل كروي يتألف من الكرة الموجودة في الجزء العلوي من عظم الفخذ وتسمى برأس الفخذ، وتجويف يدعى الجوف الحقي وهو جزء من الحوض. يدور الرأس في التجويف مما يسمح للساق بالتحرك للأمام والخلف والجانبين. خلع الورك هو حالة إسعافية تحدث عندما يدفع رأس عظم الفخذ خارج التجويف الحقي. يمكن أن يحدث الخلع في اتجاهين: الخلع الخلفي وهو الأكثر شيوعاً بنسبة 85% من الحالات، يتم دفع الرأس خارج التجويف في الاتجاه الخلفي، يأخذ الطرف السفلي وضعية ثابتة والورك منسني ومقرب إلى مركز الجسم مع تدوير الركبة والقدم نحو الداخل. فيما يقارب 10% من حالات الخلع، ينزلق رأس الفخذ من الجوف الحقي في الاتجاه الأمامي، يأخذ الورك وضعية البسط والتبعيد، وستدور الركبة والقدم للخارج بعيداً عن مركز الجسم. الأسباب: تعد حوادث السير السبب الأكثر شيوعاً لخلع الورك الرضي. يحدث الخلع غالباً عندما تصطدم الركبة بلوحة عدادات السيارة أو التابلو إثر حادث تصادم. تدفع هذه القوة الفخذ إلى الخلف، مما يدفع رأس الفخذ إلى خارج التجويف الحقي. يمكن أن يؤدي السقوط من ارتفاع كبير أو حادث في مكان العمل إلى التسبب بقوة كافية لخلع الورك. على الرغم من أنه أقل شيوعاً، إلا أن الخلع يمكن أن ينتج عن الصدام أثناء ممارسة الرياضات العنيفة ككرة القدم أو الهوكي. عوامل الخطر: يمكن أن يحدث خلع الورك كأحد مضاعفات جراحة استبدال مفصل الورك. سأتحدث في فيديو لاحق عن خلع الورك بعد استبدال مفصل الورك. إذا كان المريض يعاني من عسر تصنع الورك، فقد يحتاج خلع المفصل لقوة أقل بكثير منه في حال كان المفصل طبيعي. عسر تصنع الورك هي حالة تطورية يكون فيها رأس الفخذ لا يتلائم بشكل جيد مع التجويف الحقي الضحك. قد يؤدي عدم استقرار المفصل هذا إلى سهولة خلع الورك. الأعراض: خلع الورك مؤلم للغاية، لا يستطيع المريض تحريك طرفه السفلي، وإذا كان هناك إصابة في الأعصاب قد يشعر بألم وتغير الإحساس في الأرداف والفخذ والساق والقدم. سيكون الطرف السفلي في وضع غير طبيعي نتيجة للخلع. يتم تدوير الساق إلى الداخل أو الخارج. التشخيص: يمكن لجراح العظام في كثير من الأحيان تشخيص خلع الورك بمجرد النظر إلى وضعية الساق. نظراً لأن الخلع يترافق غالباً مع إصابات أخرى، سيقوم الطبيب بإجراء تقييم بدني شامل. سيطلب الطبيب إجراء التصوير الشعاعي، الأشعة السينية البسيطة أو التصوير الطبقي المحوري لإظهار الموقع الدقيق للعظام المخلوعة، بالإضافة إلى كشف أي كسور مرافقة في الورك أو عظم الفخذ. العلاج: يعتبر خلع الورك حالة طارئة ويجب علاجه بشكل عاجل خلال 12 ساعة الأولى لتقليل الأضرار المحتملة. عندما لا توجد إصابات مرافقة، سيقوم طبيب العظام بتحريك العظام وإعادتها إلى موضعها الطبيعي، وهذا ما يسمى برد الخلع. والمريض مستلقي، يتم تطبيق الشد على خط التشوه نفسه بغض النظر عن نمط الخلع تحت التخدير العام أو الموضعي مع إرخاء العضلات. بعد أتمام الرد يجب اختبار ثبات الورك بعناية فائقة. يلزم إجراء تصوير طبقي محوري بعد الرد لاستبعاد كسور رأس الفخذ أو كسور الحق أو وجود أجسام حرة أو شظايا محشورة داخل المفصل. قد تكون هذه الأجسام موجودة حتى لو ظهر الرد مركزيا في الصور الشعاعية البسيطة. يمكن إجراء تنظير مفصل الورك لتقييم الكسور داخل المفصل وإصابة الغضروف ولإزالة القطع الحرة داخل المفصل. قد يكون العلاج الجراحي مطلوبا في حال فشل الرد المغلق، أو إذا كان الورك غير ثابت بعد الرد، أو إذا كان الخلع مصحوبا بكسور، وهنا يجب تثبيت الكسر أولا ثم نقوم برد الخلع. في حالة الخلع البسيط غير المترافق بكسور، على المريض الالتزام بتحميل الوزن الجزئي باستخدام عكازات أو مشاية لمدة 4 إلى 6 أسابيع. سيحتاج المريض علاجاً طبيعياً مكثفاً. يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تحسين مجال الحركة وتقوية العضلات المحيطة بالورك. يمكن أن تستغرق عملية إعادة التأهيل الكاملة بعد خلع الورك من 3 إلى 6 أشهر. المضاعفات: إصابة العصب الوركي. يمتد هذا العصب من أسفل الظهر إلى الأسفل على الجزء الخلفي من الساقين. يمكن أن يتمطط العصب ويتأذى في خلع الورك الخلفي، مما يسبب ضعفاً أسفل الساق وتتأثر القدرة على تحريك الركبة والقدم والكاحل.
تحدث إصابة العصب الوركي عند حوالي 10% من مرضى خلع الورك. ستتحسن الأعراض العصبية عند غالبية هؤلاء المرضى. النخر الجافة أو نخر اللاوعائي. عندما يخرج رأس الفخذ من الجوف الحقي قد تتضرر الأوعية الدموية. عند انقطاع التروية الدموية عن العظم يمكن أن تموت الخلايا العظمية ويحدث النخر العظمي. هذه الحالة مؤلمة ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى تدمير مفصل الورك وحدوث التهاب المفصل التنكسي. تبلغ نسبة حدوث النخر اللاوعائي نتيجة لخلع الورك من 2 إلى 40% من الحالات، ويمكن إنقاصها إلى أقل من 10% إذا تم الرد خلال 6 ساعات الأولى بعد حدوث الخلع. لقد ناقشت هذه الحالة بالتفصيل في فيديو تم نشره بعنوان تموت رأس الفخذ النخرة الجافة. التهاب المفصل التنكسي. قد يتأذى الغضروف المفصل الذي يغطي العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفصل التنكسي. يمكن أن يؤدي تنكس المفصل في النهاية إلى الحاجة إلى إجراءات أخرى كتبديل مفصل الورك الكامل. عودة حدوث الخلع. إذا لم يشفى الخلع بشكل كامل، فقد يكون الورك أكثر عرضة لخطر حدوث خلع آخر لاحقاً. يحدث الخلع الناكس في أقل من 2% من الحالات.